بالعربي انت رجل لفوقك ولا تحتك وبنت والله ما يعني ما قاعد لا نام الليل ولا تهنى بنهار ولا أتنام بنتي ودي قالك لما تشوف حالك لما تيسر أمورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم في هذا المساء الجميل. ندخل مباشرة عندنا طبعا حلقة جديدة من برنامجنا اللي هو بيت القصيد. نبدأ قصة قصيدة، المرة هذه معنا قصة وقصيدة. هذه يقولون في واحد رجال غانم شروه من عندي، شروه من يسمع، طبعا عندي غانمين وقدامي الشامة، فشروه من عندي وشروه من يسمع. الرجل كل عوايد الغانمين عنده، كل شيء طيب وكل شيء زين موجود، من طيب من مرجله من الى اخره. عذروبه الوحيد طبعا ولا يعتبر عذروب ولا يعتبر عيب، لكن هذا شيء اللي هو الفقر. قلت الحيله، ماخذ له الونثى بنت رجال اصيله اصله على مربى ومقتنع وراضية بحياتها وما همه نظرة الأمور المادية ولا هي نظرة له أنه فقير، تنظر للأمور الثانية اللي عند ومفتخرة بجوزها بالصفات النبيلة اللي هو. وهذه طبعا طباع الأنثى المرأة الأصيلة. هذا الرجل أول ما يقع بيده قرش يكرم عزم يدعي وقوته دائما عامرة، شو ما كانت الظروف قوته دائما عامل. الحال خلينا نقول ضيق بالحيل عليهم، ضايق الدنيا بهم وفقر واهله هاتلين هم ابوه دائما، يعني يقول يعني تحمد الله وانه الحمد لله عند رجل كذا، لكن يعني بالنهايه قلت القرش مشكله، ظروف الحياه صعبه وهي هتل هم بنته. وكل ما هذا يقول يا بنتي يا بنتي ايش صارت النبي ما شاء الله زين وكل شيء، ما ودو يعني ما ودو يقولنا تركي، لكن يقول يا بنتي يعني اني ما نام الليل، ان اللقمه ما تهنابه من كثر ما انا شاعر معك وشاعر بوضعك وهات الهمج. المهم يوم من الايام ضافت عليهم والله الختيار يعني أبوها المتى يعني، فعصى علي قال له يعني خلي لما تيسر حاله وكذا ما هي حال، هذه ما هي حياة، ما هي حال اللي انت بها ما هي حياة، يوم يجيهم حالة البين حالهم. فجاء أزلم تودي ورد قال له بالعرب انت رجل لفوقك ولا تحتك وبنت والله ما يعني ما قاعد لا نام الليل ولا تهنى بنهار وانا هاتلهم بنتي ودي قالك لما تشوف حالك لما تيسر امورك. طبعا هو ذو غد ينه مع الايام تنساه وتطلق وتشوف لها رجل. ف والله مرت الايام مرت اشهر، يوم قاعد هو وانه يسمعه تقصد تقول بالقصيده يا مل عين حاربت سجت الميل على عشير بلحشا شب ضوى عليك يلي طبخته نصها هيل اللي سعى بالطيب من غير قوة المال ما طيب عفون الرجاجيل والقل ما قصر براعة المروة يا عنك ما حسن الرفاقة ولا قيل ذا مغفي ما ينزل حول جوه له عادة ينطح وجيه المقابيل هذه فعولة بالمراجل تفوه أجواد نسل أجواد جيل ورا جيل الطيب فيهم من قديم وتوه. فسمع أبوه الأبيات شوف الكلام، قالت إنه المال ما طيب عفون الرجاجي والقلب ما قصر إلى آخره، يعني أثر به الكلام وإنه فعلا المال ما يسوي رجال الرجال، الرجل أمور ثانية غير المال.
فهو يرد علي على البيت ويقول يلا بنت يلا قوم. قالت يبا الصباح رباح. قال على بركة الله. قال الصبح جاهدين حالك ما وديش على بيته زلمتك. الله يوفقكم ويرزقكم ويهنيكم. وهذه نكون انهينا حلقتنا او فقرتنا الاولى، وننتقل الى الفقرة الثانية واللي هي لغز الحلقة. عدنا إليكم مع فقرتنا الثانية واللي هي لغز الحلقة. أحب أنوه شغلة لأنه هذه أمانة. لغز الحلقة الماضية، لغز الحلقة الماضية واللي كان الجواب الحلوزانة، ترى باللهجات تختلف. الناس يقول الحلزونة، في شغلتين أحب أقول. أول شيء اللغز، من لأنه أمانة هذه كان هدية من صديق اللي هو الشاعر الربابة، شاعر الربابة الجميل ابن العم فليح الحلو الحردان، سمية طبعا فليح الحلو الحردان، هذا اللغز كان هدية منه. وما شاء الله جاوبتوه معظمكم وما صعب عليكم أبو هاني الله يجزاه خير. أنا ما قلت الحلقة الماضية حتى ما خفت تحاولوا، يعني من باب الأمانة ومن باب أنه ما يكون اللغز يتسرب، خفت ممكن واحد يحكي معه يجد بلاو، مع اني اثق فيه انه لا يمكن يعطي احد، لكن حتى ما ممكن في ناس يعني نبعدوا عن الدوشه. الشغله الثانيه يا اخوان، اؤكد على مشاركه الحلقه. يعني الحلقه اللي فاتت صار انه في ناس مجاوب وما دخل السحب مع انه جوابه صحيح لانه مو مشارك الحلقه. في ناس مشاركين الحلقة ولكن صفحاتها مغلقة، يعني مو صديق عندي حتى أنا أشوف، ولا صديق عند أختي اللي معي بالبرنامج أو أخواننا، يعني فما ندري ومشارك أو مشارك، يعني صفحته الخصوصية أنه مغلقة إلا للأصدقاء ومخصصة للأصدقاء. طيب أنا ما أقدر كمان أحكي مع كل واحد شاركت ولا ما شاركت، منين أدور؟ فهذه ترجع لك عادي، ما في أسرار، خلص صفحتك عامة، ما أتوقع أنه في شيء يعني. فأتمنى عشان يعني حتى حنا ما نحط حتى الملامة يعني، وإلا أنت محرار. فهذه النقطة اللي أنا حبيت أأكد عليها وأنوح عليها، لغز الحلقة دائما يكون بالطريقة اللي أنتم تحبونها اللي هي أسهله شوية. إذا جاء صعب ودكم تعذروني. أقول لغز حلقة اليوم، وش هنا اللي كل خلفتهن رجال وغيرهن يلدن إناث وذكور، وش هنا اللي كل خلفتهن رجال وغيرهن يلدن إناث وذكور، حملهن أعوام وشهور وليال وجنس حوا حملهن 9 شهور، والغريب اللي قريب من المحال عايشات عقبهن ملوى القبور. ودي أعيده حتى يرسخ إن شاء الله إنه يكون مو صعب. أقول وش هن اللي كل خلفتهن رجال وغيرهن يلدن إناث وذكور، حملهن أعوام وشهور وليال وجنس حوا حملهن 9 شهور، والغريب اللي قريب من المحال عايشات عقبهن ملوى القبور.
اتوقع انه بحاجه لشرح اذا ودك مشروع، او خليني اعطي فكره عنه. احنا نقول ايش بالبدايه؟ وش هن اللي ها وش هن اللي اللهم صل على محمد انسى خل كل خلفتين رجال، يعني ما يجي بغير رجال ذكور، رجال رجال وغير هني لدينا اناث ذكور. طيب انسى بشكل عام اناث ذكور، حمل هنا ذول كمان صفه ثانيه بين حمل هنا عوام وشهور وليال، تخيلوا عوام وجنس حوا معروف حمل هنا 9 شهور. والغريب اللي قريب من المحال، يعني شغله غريبه يعني تصل لدرجه المستحيل، هن عايشات وعقبهن خلايفهن ملوى القبور، يمكن مو كلهم، عقبهن ملوى القبور، في منهم بالقبور وفي منهم يمكن على قيد الظاهريه عايشين. وبيض الله وجوهكم، فهذا اللي حبيت اوصله يعني من باب التوضيح حتى ما اظن لكم برقبتي خطيه، لاني والله ازعل لما يطلع لغز بدون اجابه، مع انه ما صدف معنا. صرنا موزعين من فضل الله حوالي 19 جائزه، 19 جائزه كل الالغاز انحلت يمكن الا لغز واحد اعتقد بس. فركزوا وربي يوفقكم، ترى اللي ما فاز معنا راح يفوز، انا قلت لكم وعدتكم يا زمان الكل راح يفوز. ونكون بهذا انهينا حلقتنا لهذا اليوم، الى ان نلتقيكم في يوم الثلاثاء القادم. نترككم برعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.